حلو يعني رجعنا من بعد هذا الفاصل، وهذه الأغنية الصراحة اللي بالعيد ما حد يستغنى عنها عبد الله، لازم ودائما لما نسمعها ونشوفها خلاص يعني العيد الحمد لله عيدنا نطمن فيها تعودنا خلاص ما نقدر. هذه من يعني لازم تعرفين بصمة العيد هذه الأغنية، لما نسمع الأغنية يعني خلاص مثل ما قالت العيد فعلا هالهلالة، وعساكم من عوادة أيضا يستقبل ضيوفه وهالهلالكم إن شاء الله. معنا صحفي في جريدة غبس الأستاذ أحمد الشمري، وأيضا عبد العزيز ضاري لاعب كرة السلة بالمنتخب الوطني ونادي الجهرة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة وإن شاء الله ينعاد علينا وعلى الأمة المسلمين أجمعين إن شاء الله كل عام بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم آمين. وتشرفنا بصراحة فيكم. عيدكم مبارك أبو سيد. أيامك سعيدة إن شاء الله، وأحب أهني الشعب الكويتي وصاحب السمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، وإن شاء الله يعني يعيد علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب نتمنى هالشيء. ودام إحنا الحين بأجواء العيد، خلونا قبل ما ندخل خلينا نقول في كل تخصص وفي كل مجال، العيد دائما لنا كان مميزة، بيقولون إن العيد شوية صارت يمكن العيشة غالية، وحتى اللي يبي العيدية ما يرضى بأي شيء، فأنت بالعيد غير اللي شريته والميزانية هم يبي لك ميزانية ثانية حق العيادي. الدينار والنص ما قام يدور الحين خلاص. أي دينار والنص أنت تطير الحين تقول زين دينارين يطالعك. إيه. هي والله. يكاسرك بيها. أم صارت بجانب واحد من ربعه. إيه. طالع أعطيته ولده دينارين. ويطالعهم والله يا جماعة يطالعهم. أنا في الدوري قلت يا ربنا ما يتكلم الباجي يمكن هو الظاهر إنه ناظر إيش تبي أكثر من دينارين؟ أنت غير المصروف على العيد الحين. الحمد لله ترى العيد دائما بفضل الله خير بركة. الحمد لله. ومن وين يجيك الرزق ما تدري؟ من ربك طبعا. صح. زين تمشي أمورك. فتعودنا وبعدين الحالات العيد إن حتى الصغار يوم أنت تقعد تفرحهم وتعطيهم شيء يعني معناه أن بس ابتسامة هذه تكفي لك. إيه والله صادق. زين كلنا جربناها يوم كنا صغار إحنا. طبعا على الايام نماكو يعني ابو 100 فلس اذا من يوصل ربع. والله استاذ احمد ما اخش عليك انا ليه الحين لو احد يعطيني هديه بس استانس. ما تاخذها لا اخذها واستانس. يقول لك يتقبل العيادي يعني هذا نفسه يقول لا تاخذ الوالد يعطيني الهديه برد يعني والله ما عادي استقبل العيادي. تستقبلون العيادي؟ اي اكيد طبعا. والله العظيم جد اتكلم معك يعني عندي بناتي الله يحفظكم الله يعني على 18 19 سنه وفي منهم 10 وفي لا الكبيرة تبي نفس الصغيرة صح عارف شلون أي يعني تعال يوم 15 سنة قبل شوي شلون أنا وصلت كذي ولا أصغر مني أنا عندي بنت الحين والله العظيم قبل ما أطلع ولا تقول لي نجد لا يبا شلون غلا لا أصغر منها وصلت 50 وأنا الحين بالثلاثين شوف تحسبونهم شيء يبا هذا رزاق شفيك أنت تقول لا أبي بعد لازم أنا وياه نفس الشيء فلا تستبعدون حتى احنا الكبار نبي ان شاء الله. ايش رايك؟ والله انا بالنسبه لي لا يمكن العيد اللي طاف كنت بالدوحه وهالعيد يمكن قبل العيد بيوم رديت من الدوحه كنت بسوير رجعت الكويت فصار العيد عندي يمكن سريع يعني ما مداني يعني دائما تشوفين انت في الاعياد تكون برا الكويت عاده؟ رمضان مع العيد تقريبا اذا كان عندي مثلا علاج او هذا اكون موجود بالدوحه اسوير نعم فالحق يمكن قبل العيد بيوم اكون راد الكويت. شلون الاجواء هناك عندهم اهلنا بالدوحه؟ والله من ناحيه الجو ناس جو الكويت بس كاجواء يعني رمضانيه اجواء رمضانيه سوق واقف عندهم يعني يعني تستفيد منه خصوصا انك رمضان يعني اذا كنت بالكويت تبي تحافظ على وزنك وهذا ما راح تقدر. صح. بس هناك بالدوحه الحمد لله مشينا على سيستم ما تقدر تحافظ على وزنك بالكويت؟ اكيد لا بس هناك يمكن مشينا كان معنا اثنين من الشباب اذكرهم بالخير سعود المجمد عامر المتوك فكنا ماشيين على نظام دايت هناك بالسفره فالحمد لله نزلت يمكن انا 6 كيلو والمجمد نزل 6 كيلو وعمر المعتوق نزل يمكن نص كيلو تقريبا حرام بعد عمر ليش يعني نزل هالنص ما قام يصعد على الميزان بس معناته انه ابو سعيد يعني قاعد يتهرب من العيد او انه الهروب الكبير عشان عيادي عشان عيادي والله انا ترى توني واصل من السفر ماني صار توني جاي من اصابه بس تدري شلون راح يعوضنا احنا بالالعاب الجايه لا كذي يزعلون بس الاهل اللي مسوين اكل وتعبانين وحالتهم حاله الحين صار العموم السفره موجوده شويه ينوكل العزوبيه الكل مسوين العزوبيه والله متوفر له كل شيء صراحه وخوفك مدلعين مدلعين العزوبيه اما الخوف اللي تقولين والله من اللي يصرف لا والله يا ابو سعيد ان شاء الله نحضر عرسك ان شاء الله بتوفيد وتشوف وقتها يوم تتزوج ان شاء الله راح يشوف الفرق اكيد انت يوم العزوبه تبي تصرف لك مثلا بالعيد اكيد صح 200 دينار 150 بس يوم تتزوج لا احسب اطلع عائله تكبر مصاريف تكثر وبعدين العيد عندنا بالكويت بصراحه والله العظيم جد يا جماعه انه
تشوف الكل يعني يلم الثاني، الكل يحب الثاني، حتى لو بينهم شيء خلاف بسيط. ودائما ما في شيء اسمه خلاف قوي مهما يكون. العيد خير، ولكل انسان اتمنى انه يكون مع الثاني يعني انه في بينهم سوء تفاهم ان يقطونه ورا ظهرهم. الدنيا ماشيه وما تسوى. صح والله صدق الواحد يعني يستفيد من هاللحظات هذه والايام. والكويت الله يحفظها ان شاء الله. امين يا رب. ترى كبيره حتى بكل شيء. اي شفت الناس اللي برا يقولون والله لو نطلع شنو عندكم الكبر؟ لا الكويت مو صغيره، الكويت كبيره، كلنا بعض بالضبط. عارف شلون؟ وندري تحت يعني رايه الله، ثم سمو الامير صاحب سمو الامير شيخ صباح، ولي عهد الامير نواف احمد، هذا كل اسره الصباح بصراحه احنا عيالهم. اي والله صادق. والكويت كله وحده. فهذا اللي تلقينا بالعيد اتصال تليفون كذا، لو يصير بينك وبين اي شخص ثاني من الامور انه زعل تلقى بعيد تلقاي سبحان الله تسلم عليه وخلاص كل شيء يطيح. على طاري الاتصال وكذي، عبد العزيز تحرص على التواصل بالواتساب وتويتر وانستغرام والامور هذه، ولا الاتصال المباشر تفضل اكثر؟ لا والله انا بالنسبه لي الواتساب، لان عدد كبير يعني ما راح يمديك تكلم مثلا 200 300 واحد ما تلحق. وايد الصراحه. فمره واحده الجروب موجود كل عيد حط بس الكلام وصدق ويوصل للعموم، والباقي راح تشوفهم اكيد بالديوانيه راح تجاب لهم يعني دم. يعني اغلب الشباب قاعد تشوفهم يعني. ترى هي نعمه ونقمه بنفس الوقت، لان هي نعمه لما انت توصل المسج هذا حق اكبر عدد ممكن. اكيد. وما تصير هالشغله هذه زينه لما الواحد يعتمد بس عليها وخلاص يكتفي انه هو يتواصل عن طريق وسائل التواصل وينسى ان الانسان يحتاج انه هو يزور اهله واصدقائه. ففي ناس وايد تهمل هالشيء. هذا شيء اساسي يسهل عليك وما يمنع ان انت يعني راح تزور الكل يعني. صح اكيد. فهذا يمكن شيء تعودنا عليه وهذه من فوائد التكنولوجيا اكيد. ايش يعني. رايك استاذ احمد؟ ها والله قعدت تفكر انت شيء صرحت وين رحت؟ صرحت الاتصال يكون تذكرت ان في احد مداز له مسج؟ والله صدق ذكرني صراحه. الحين راح يوصلك واتساب على طول شكله. مو بعد الحلقه يصير خير، مو مشكله. بس بالعكس يعني ترى الهم الواتساب نعمه انه يوصل حق الناس البعيدين، ولكن انا شخصيا حق الناس اللي برا كثر ما اقدر انه يكون اتصال تليفون، خاصه خارج الكويت يعني اخواننا وكذي. صح انه يكون تواصل اتصال تليفون افضل كثير جدا. كونك صحفي شنو طبيعه عملك عاده تكون في العيد، ولا عاده تحرص بان العيد يكون فتره راحه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي اي والله مو فتره راحه يعني بالعيد، ترى حق اخواني اللي اتصل فيهم وحتى في العيد الشغل. صحفي وجهه نظري بصراحه انه يكون دائما متواجد مكان عيد ولا مو عيد، انت هذا شغلك. وعموما الاعلام والصحافه صحيح سالفه انه في اجازه. امس اتصل فيني واحد من ربع من ابو ظبي، ها ايش رايك تمرنا يومين وما شنو نبي نشوفه؟ قاعد اقول له مداوم. يقول شلون مداوم؟ عيد. قلت والله مداوم. عارف تروح الجريده وتقعد وتكتب لا اليومين مو لنا يعني يمكن قبل العيد بيوم. اي نعم. ايه. عارف شلون؟ من باكر ان شاء الله باذن الله زين نكون متواجدين في الجريده. اي نداوم دوام عادي. اي عارف شلون؟ فانت ما تقطع هني باتصالاتك. صح. شلون مثلا بتصل على ابو سيد بقول له عبد العزيز مثلا يعني هل عندكم معسكر؟ زين كون انه كابتن فريق نادي الجهره. صحيح. ويعطيني خبر، اتصل على النادي الثاني، اتصل على عضو، اتصل على رئيس اتحاد، عضو اتحاد، يصير بيننا يعني ما تخلص الاتصالات ما نخلص. بس انا احس انه بالوقت الحالي يعني كصحفيين يعني الشغل صار يعني زياده عليكم وصار في ضغط اكثر، لانه خصوصا مع ظهور الجرائد الالكترونيه صار في ابديت على طول، يعني الخبر ينزل بسرعه اذا كانت في خلينا نقول بعض الاخبار اللي ممكن الواحد يحطها وتكون موجوده، فتوقع ان الشغل شويه قاعد يزيد في ناس. نعم تقول تطورت وصار اسهل. انت تقولين ان نقدر نقول ان الجرائد الالكترونيه التواصل الاجتماعي اي في الحاله هذه شخصيا انا بصراحه ما احب انزل خبر حصري، ابدي جريدتي اللي هو دوامي بصراحه. ما تنزل بحسابك الا لما تكون انزله عندي في الجريده ولا ابلغ في احد بصراحه. انا من طبعي يعني باحترام حق اخواني والزملاء الباجين
بعد ما نزل بالجريدة، وأكون بيومها بصراحة أنا واحد من الناس بالأخبار إذا وصلني شيء يعني حصري وهذا لا ما أقدر خلاص أبلش الحين عاد شلون أسكت زين. تلقونا طالع كذي بعدين توافيج من رب العالمين والحمد لله، لأن بالأول والتالي لازم تكون وفي صح حق مكانك اللي أنت فيه بالتأكيد زين. لا تبحث والله موقع اليوم أبحث عن مكاني اللي الموقع اللي كم مثلا عندي اليوم بلوزر كم والله وصل كم أبي مشاهدين، لا يا أخي أنت اليوم في دوام باحترام للتواصل الاجتماعي اللي صاير أي عندنا أي. وبس سلامتك يعني ما أعتقد أن الشيء هذا يضايق أي حد أكيد. وطبعا ويانا اتصال مع الأستاذ وليد الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لأنشطة مراكز الشباب. عيدك مبارك أستاذ وليد وكل عام وانتم بخير. خير صحة السلام وتقبل طاعتكم ورحب فيك ورحب بالأخوة الضيوف اللي معك. حياك الله أستاذ وليد. أستاذ وليد ما هي أنشطة مراكز الشباب عادة في العيد؟ أول شيء قبل ما ندخل في الأنشطة الحقيقة أنا أحب يعني أرفع أثنايات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد سمو ولي العهد والسكوم الرشيدة والشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر، نقول لهم تقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك جميعا. حقيقة في الهيئة العامة للشباب الرياضة مثلا في إدارة مراكز الشباب يعني من السنة الماضية وإحنا خلال عيد الفطر وعيد الأضحى الحقيقة يعني نفتح مراكز للشباب في بعض المحافظات لاستقبال الأهالي وال يعني والجمهور لممارسة بعض الأنشطة الاجتماعية بعيد عن النشاط الرياضي أو النشاط المعتاد. اليوم إن شاء الله في يعني تمام الساعة السادسة راح تبدأ احتفالات في مركزين للشباب في مركز شباب القصور وفي مركز شباب الجهرة. الموسم السابق كان في مركز شباب العربية وفي مركز شباب الفيحة، السنة هذه في مركز القصور إن شاء الله ومركز شباب الجهرة. طبعا الاحتفالية الحقيقة متوقع إن شاء الله أن يشرفنا فيها معالي وزير الإعلام وزير الدولة شؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ومدير عام الهيئة العامة للشباب الرياضة الشيخ أحمد المنصور الصباح، ويعني إن شاء الله يعني نتوقع حضورهم. بالإضافة طبعا هي الدعوة موجهة عبر برنامجكم إلى الحقيقة الأهالي وخصوصا يعني تدري المراحل السنية من الأطفال والشباب من الجنسين إنه يشاركون في هذه الفعاليات، والدعوة مفتوحة والدعوة مجانية لهم. طيب طيب من خلال هذه الدعوة أستاذي دور الهيئة العامة للشباب والرياضة في الاهتمام بالشباب وخصوصا توعيتهم خلال العطل الصيفية، إيش كثر دوركم مهم ودور الهيئة العامة للشباب والرياضة؟ طبعا هذا النشاط اللي تكلمنا عنه خلال فترة العيد، لكن بشكل عام احنا الحقيقة الأنشطة كانت خلال شهر رمضان المبارك وأيضا راح ترد تنطلق في عطلة بعد عطلة العيد الفطر. الحقيقة في أنشطة توعوية وتثقيفية في مجالات متعددة، منها طبعا مجال مكافحة التطرف وفي مجال الغلو وهذا بالنشاط الثقافية والاجتماعية صحيح. أيضا في عندنا طبعا راح ينطلق إن شاء الله الدوري اللي هو الدوري الرياضي في كرة القدم، كرة القدم للصالات وكرة السلة وأنا أعتقد معاكم نجم من نجوم كرة السلة أعتقد إذا ماني غلطان أي ظاري في نادي الجهرة صحيح. نتمنى أيضا أن يكونون الأخوان في الأندية الرياضية لهم حضور الحقيقة في هذه المراكز لاكتشاف العناصر اللي هم احنا نسميهم البراعم الموهوبة اللي ممكن في المستقبل يكونون نواة للأندية والمنتخبات. نتمنى إن شاء الله يا ربي. وشكرا لك أستاذ وليد الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لأنشطة مراكز الشباب، يعطيك العافية على هذا الاتصال. يمكن تكلم على كرة السلة، خلنا نتكلم عن كرة السلة. احنا من نية بوسعيد ما سولفنا عن كرة السلة صح؟ نبي الموسم اللي طاف، هل أنت راضي عن أداء نادي الجهرة؟ راضي عن أداء عبد العزيز ضاري؟ والله بالنسبة لي كأداء الموسم اللي طاف يمكن بداية الموسم ما كان مستوى الفريق ممتاز يعني لينص المشوار تقريبا رد الفريق، ردت العناصر، كمل الفريق، كان الفريق متأهل لدور الستة، أمورنا كلها ماشية يعني قدر الله ما شاء فعل. تعرضت لإصابة اللي هي رباط صليبي مع غضروفين اثنين يعني بالجملة كلهم مع بعض. ألف سلامة. هذا خلاك تروح. بدأ الفريق شوي يتفكك شوي، فقام غاب عندنا اللاعب نايف الصندلي، عندنا اللاعب محمد المطيري هم عنده ظروف ما قدر يكمل مع الفريق. وصل الفريق لدور الأربعة بظل غياب عناصر يمكن ثلاث لاعبين منتخب أكيد راح يأثر على الفريق يعني. فحقق الفريق السنة اللي طافت المركز الرابع بالكأس والمركز الرابع بالدوري، وهذا مو طموحنا أكيد. خصوصاً أن السنة اللي قبلها كنا ماخذين ثاني الكأس وثالث الدوري،
فما كنا راضين على المستوى نهائيا. وهذا اللي خلاني مثل راح سباير اللي هي ظروف الإصابة عدد. اللي يمكن من 2009 يمكن كل سنة نفس الإصابة وراء إصابة إصابة وراء إصابة وكلها صوب اليمين. يعني حتى يمكن اليوم نازل لي لقاء صحفي مع أخوي يحيى حمدان جريدة الأنباء عنوان الموضوع نفسه حط عين الحسود أو شيء كذي يمكن فيعني أتمنى إذا كان أحد معطينا عين أو شيء يعني يذكر ربه. يعني من 2009 إصابات يعني صراحة لا ألف لا بأس عليك أكيد تأخرك يعني كل موسم قاعد تحوشك الإصابة تقريبا وأرد نص الموسم وأكمل الأدوار النهائية وأرد مرة ثانية أتعور الله يعينك كلها صوب اليمين وأنا عارف ليش يعني بعد نفس كلها اليمين الله يعينك الصراحة ما بس إن شاء الله إن شاء الله يعني باجي شهر إن شاء الله إذا قدرت يمكن أكمل عندنا بطولة مع المنتخب شهر 8 يمكن رايحين تركيا بعدها الصين بطولة آسيا ان شاء الله اذا قدرت اكون موجود راح اكون موجود ان شاء الله ان شاء الله يا رب نتمنى هالشيء. طيب استاذ يعني البطولات الرمضانيه عاده احنا نشوفها برمضان هل فعلا تشكل ماده خلينا نقول اساسيه للصحفي وخصوصا في هذا الموسم في شهر رمضان؟ والله يتشكل ولكن ان البطوله الرمضانيه معروف عنها دائما انه يكون عندهم لجنه اعلاميه صحيح هي اللي تبعث وهي اللي ترسل نعم هي اللي ترسل الماده وتبعثها للجرايد فالصحف طبعا دورنا ان ننزلها طبعا هذا التعاون بيننا وبينهم على الشيء هذا لانه معروفه دائما الدورات الرمضانيه بصراحه خاصه عندنا الكويت في الخليج كلنا بصراحه صح. معنا في فتره الصيف عاده استاذ احمد يكون عندكم ركود لا بالعكس بالصيف والله بالصيف مفروض لان لا في بطولات ولا في دورات صدق يزيد الشغل شلون من اي ناحيه صح شلون يعني يزيد الشغل عليك لان انت اليوم مثل ما تفضلت ما عندك دوري اي تعال دور تعال دور الخبر اصنع خبر اي نعم صح يعني انا شخصيا عندي الخبر افضل لا اكتب موضوع بصراحه اي المواضيع سهله يعني كانتقاد كالامور هذه بس كموضوع لا والله انا عندي الخبر ابدي على الموضوع بصراحه اي فهني تعال ابلش وين هذا الخبر يمكن احنا سولفنا ان في دورات رمضانيه لكره القدم في قبل اكثر من عام كان في دورات رمضانيه لكره اليد لكن عمرنا ما سمعنا دوره رمضانيه لكره السله ليش ما اقترحتم انتم كلاعبين والله ما في يعني ما في امكانيات فانت يعني مثلا اوكي مثلا خلينا نقول اي نادي راح يوفر لك صاله وايد ناس اي نادي راح يوفر لك صاله ما في نادي راح يوفر لك صاله اي اللي عنده صيانه اللي عنده وممكن في الصالات فيلا تمشي حالك فانا يعني عندي القدم اغلب الانديه يعني نادي الكويت ما كانوا يلعبون بينهم وبين بعض عادة اوكي تقسيم عاديه بس مو انها كدوره رمضانيه أيه. يعني فاغلب الانديه تفضل ان تكون كره قدم يعني خصوصا في شهر رمضان يعني اوريدي يعني فايده حق الانديه كجمهور يحضر اكثر من السله يعني كان الشيء لعبه شعبيه الاولى فما اعتقد انه يمكن فكره كره السله ناجحه مع ان انا من وجهه نظري المفضله يعني اتوقع ان لو تصير راح نشوف فيه مشاركات نعم كثيره خصوصا في الجاليات اللي عندنا وايد يلعبون كره سله اكيد اذا بتدخل مثلا الجاليه الفلبينيه يمكن عندنا هنا اللبنانيين هم يفضلون كره السله اي فيمكن يمكن تنجح البطوله بالطريقه هذه نفس يمكن يسوونها مرات يمكن على البحر تصير بطولات اي هذه حيل نستفيد منها يمكن بحر المارينا تذكر كان أيوة. في بطولات تنظم هذه صراحه بطولات روعه يعني هذه قبل كانت اي قبل كانت موجوده وللحين ما قامت تستمر ما في احد قاعد يتبناها وانها تستمر عدل لا مو موجوده اذكر كان يشرف عليها يمكن مرتين او ثلاثه شيخ مشعل طارق فهد قام البطوله اذكر كذا مره وكان يشارك مع فريق يعني وبعدها انقطعت يلا من الحين من هالبرنامج من عساكم من عواده ان شاء الله في احد قاعد يسمع خصوصا من محبين رياضه كره السله ويتبنون هذه الفكره ان في رمضان القادم ان شاء الله الله يعود علينا وعليكم بالخير ان شاء الله نشوف هذه الدوره وانا راح احضر بس اشوف مرحله يلا انت الحين وعدتهم لازم تكون اول واحد موجود عبد الله موجود انا ترى ملغبه اصير فريقه اذا شيء اوكي لا والله جد يعني مو قدامه يعني اخوي عبد العزيز انا شخصيا ملغبه ملعب السله الكويتيه والخليجيه تسلم عبد العزيز من اللاعبين اللي ذكرونا بالجيل السابق جيل سعود الرباع جيل فيصل بورسلي جيل عبد السلام الشعيب يعني عندنا حمد السهو يعني المجموعه هذه كلها يومنا يعني بصراحه شاهد عبد العزيز
استمتع بصراحه. طيب دور الصحافه جدا يكون مهم، وخصوصا خلينا نقول بالالعاب الرياضيه، وكل صحفي له اختصاص معين ومجال معين. هل فعلا ياثر خلينا نقول الصحفي في مجال عمله دائما على اي خلينا نقول رياضه او اي خلينا نقول لاعب يكتب عنه؟ يعني في بعض اللاعبين يمكن يزعلون في بعض الانتقادات، او بعض الالعاب الرياضيه تقول بعض الصحفيين اللي مختصين في هالمجال ما قاعد يكتب اصلا عنها، كانه يعني ذا النظره هذه لها معنى، لانه يا متصلوا يعني احمد يعني ما شاء الله عليه يعني من الصحفيين المشاغبين اللي دائما مثلا تصير معهم مشاكل، مثلا ان اللاعبين يزعلون ان مثلا كتصريحات احمد، مع ان انا كراي يعني شخصي يعني دوره كصحفي مفروض انه ينتقد او انه يمدح اللاعب، يعني هذا دوره كصحفي. يعني كصحفي شنو رايك لما يتصلون فيك ويكون في عتب؟ شنو ممكن هذا اذا اتصلوا يعني لا لا يتصلون اي نسمع. تفضل اخوي العزيز باستمرار بصراحه يعني الشغله هذه شخصيا والله ما ديتني انا، يمكن شوف ما عندي لعبه وين معينه يعني، ان عندي اوكي السله يعني اللعبه الاولى اي حلو، وغطي قدم وغطي طائره ما بقى شيء اي والله ما بقى شيء اليد زين يعني يبني اطالع زين من المراد اتصالات دائما يعني زين، يجيك مثلا يلومك. انا مره من المرات كتبت خبر ان الفريق الفلاني راح الكذا وسوى كذا، تصلوا تصل لاعب من ضمن بلدك رسمه، قلت اذا شفت شوف عيني، قال اقسم بالله العظيم وكذا ما ادري ايش، فعلا صار الشيء هذا اوكي زين. انا نزلت الشيء انه بعد ايضا الفريق الفلاني زين صار مع الفريق الفلاني نفس الحركه صارت. اللاعب باحترام اللاعبين جدا انا كصحفي يبي يسلم عليه حيا الله، ما يبي يسلم عليه ما بينه وبينه شيء، كلنا اخوان وربع صح، يمكن السن يفرق المفروض يسلم، خذ فتره ما يسلم وما همني يعني باحترامي له يعني زين، ولا انا ما اخذ بخاطره يمكن كان ما اخذ بخاطره، بس انا ترى ما ظلمتك صح. انا اليوم قلت وخاصه عندنا والله مو مدح الحلقه بس باختصار، مو مدح الحلقه بس عندنا اقسم بالله العظيم المهنيه. طيب استاذ راح نرجع حي كلام هذا كله اكيد، لكن معنا اتصال من الاستاذ عبد الله الصراف لاعب المنتخب الوطني ونادي القادسيه لكره السله، حياك الله معنا وكل عام وانت بخير، عيدك مبارك. يا هلا ومرحبا فيكم وكل عام وانت بخير. انت بخير عيد مبارك وينعاد عليك ان شاء الله بصحه وعافيه، وسلم على ضيوفكم الكرام صراحه كابتن عبد العزيز باري والاستاذ احمد الشمري، واقول كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير وصحه وسلامه. استاذي بدايه يعني نبي نعرف شنو جديد موضوع انتقالك الى نادي الجهراء؟ هو شيء بسم الله الرحمن الرحيم، موضوع نادي الجهرة يعني يمكن يعني صار بالأول الأخير تداولته صحيفة أو نزل الخبر وكذي، الموضوع إن شاء الله يكون يعني 70% إن شاء الله يكون قريب من نادي الجهرة. أتشرف طبعا أني ألعب مع لاعبين نادي الجهرة، أتشرف بإدارة نادي الجهرة ممثلة الأخ فيصل السلامة، صراحة الأمانة كان جدي معاي بتعامله، بروفيشنال أيضا بتعامله معاي، النادي الوحيد هنقول اللي يمكن دش بقوة على عبد الله الصراف، نادي الوحيد اللي عطى عبد الله الصراف قيمته كلاعب يعني، وإن شاء الله أكون أتشرف إني أكون ألعب مع نادي الجهرة، وإن شاء الله يعني أساعدهم ويساعدونا، وإن شاء الله نحقق اللي يطمحون له إدارة الجهرة ولاعبين إن شاء الله. طيب كابتن عبد الله عيدك مبارك. طال عمرك، أيامك سعيدة طال عمرك. شلونك؟ الله يخليك. دائما يقولون في مشاكسات ما بينك وبين عبد العزيز ضاري، شلون تبي تلعب وياي؟ لا سمنا على عسر انا وياه والله، بس انا كان ودي تغيرون القادسيه سابقا المفروض تحطون القادسيه سابقا وابدا جراء حاليا. للامانه خل اقول لك شيء للامانه، ولا مجامله بكابتن علي العنباري، لما شوف يعني لما طلع الخبر انتقال نادي الجهرة او شيء، يمكن هو كان باول بدايه رمضان يعني عقب ما اخذت موافقه طبعا من نادي القادسيه، ومشكورين على هذه الموافقه وتكريما لي ان خليك تروح على نادي ثاني تستفيد ايضا ماديا ومثل ما تقول هذه رغبتك انت، فمو مجامله حكي في العزبار، لما يدق عليك نجم نادي الجهرة وكلهم نجوم للامانه، بس واحد من النجوم حيقول عشان لا يزعلون، خل نقول واحد من نجوم نادي الجهرة او من نجوم اللعبه بالكويت، لما يدق عليك من هو كان يعالج بقطر ويدق عليك ويقول لك عبد الله نبيك معانا ويسمعك كلام، ان الامانه كلام يعني شو اقول والله العظيم مو مجامله بحق علي الزاري، بس كلام يعني قمت امشي واتكلم ان كابتن علي الزاري دق علي نجم يدق على لاعب يعني خلينا نقول نفس النجوميه اذا اراد التعبير، يعني ان نبيك معانا ونساعدك وتساعدنا ونفيدنا، فهذا الشيء خلاني يعني
مثل ما تقول تشجع اكثر. هذه الروح الرياضيه المطلوبه بالاساس أكيد يعني بالعكس. احنا داخل الملعب يمكن تنافس، اذا كان هناك كنت انا بالغاسيه يمكن وجهر التنافس، بس احنا بالاخير ترى مثل المنتخب مثلنا اكثر أكيد. صحيح 5-6 سنين مع بعض يعني، وحافظين بعض وعارفين شلون نلعب مع بعض، وهذه النجوميه. انت لما تكون نجم مو شرط تكون نجم بس داخل الملعب، لازم تكون نجم برا وداخل الملعب. فهذه يعني مو غريبه على لاعبي نادي الجهره، ومو بس على الظاهر الامانه، عشان اكون منصف اكثر من لاعب ما بيذكر اسامي الحين، بس اكثر من لاعب تم الاتصال علي، وانه لو كان هناك تكنيه انك تطلع من الغاسيه فاحنا مرحبين فيك كلاعبين قبل الاداره. ربي يوفقكم ان شاء الله. ما قصروا معي، ربي يوفقكم يا سمي. أجمعين ان شاء الله. لكن توقعاتك لمشاركات المنتخب القادمه ان شاء الله شنو راح تكون؟ الامانه انا شفت المجموعه باسيا، مجموعه مو جدا قويه ولا هي سهله، بس لو يعني صار معسكر قوي حق المجموعه اللي راح تروح المنتخب، لو هناك ما كان في اعتذارات وايد، اتوقع انه يتاهلون دور الثاني مرتاحين. اتوقع هذا توقعي، لان المجموعه اقول لك يعني انت الكويت اللي تحدد قوتها من صعوبة يعني صعوبتها من سهالتها. فلو هناك كان في معسكر جدي ومعسكر صح، لو كان عدد الاعتذارات هم تفرق، اذا كان في لاعبين وايد معتذرين هالموسم او في عندهم ظروف ما ادري يعني شنو الحاله. بس اتوقع لو يكونوا كاملين المنتخب راح يتاهلون دور ثاني يعني سهاله اكيد. هذه التفاصيل موجوده عند احمد الشمري، هو اللي راح يزودنا فيها أكيد الحين أكيد. كل شكر لك عبد الله الصراف لاعب منتخبنا الوطني، يعطيكم العافيه. ونادي قادسيه سابقا حاليا عبد الله لاعب كل الانديه انا اسميه بصراحه. صحيح. انا مو اجامله ولا شيء، عبد الله انا اشوفه يعني الكابتن عبد الله في الملعب في طبع والله العظيم. انا اشوف اي لاعب ناشئ او لاعب شباب تلقى عبد الله دائما ينصحه، دائما الشيء يمكن اشوفه ممكن اشهد له اخوي عبد العزيز. يمكن عبد الله يتشارك مع عبد العزيز في كثره الاصابات. اي عبد الله ما شاء الله يعني اخر اصابه كانت له كان عنده رباط صليبي مع خلل بالكتف، مع خلل بالكتف سوى عمليتين مع بعض. الله يعينكم والله ما شاء الله عليه، عنده اراده وعنده تصميم يعني ما شاء الله عليه. الحمد لله يا ربي. عاد لازم الواحد شويه يدير باله على صحته زياده عاد هني. احنا خذيناه كذي على خرابه يعني. الله يعينكم. بالعكس نجم اكيد راح يفيد نادي الجهره يعني، وان شاء الله يعني جمهور القادسيه يحول نادي الجهره، خصوصا انه متقاربين يمكن جمهور القادسيه والجهره متقاربين مع بعض. صحيح. ليش قاعد يضحك كابتن احمد؟ كويتاوي يمكن ما ادري. مو شو ما اقدر ارد على سالفه كويتاوي، لكن طبعا شغلنا احنا ما في يعني حيادية. ممكن يدري اخوي عبد العزيز ان سالفه انه والله بوقت اللعب شهاده لله اني اكتب لاشوفه وانقل الى بعيدا عن انتقالك لاي نادي. اي نعم. أيوة. جهراوي كويتاوي يعني جهراوي كويتاوي كان لاعب سله سابق بنادي الجهر اكيد بمصداقيه. مصداقية لازم منه ما عندي بصراحة من فريق الفلاني تحيز ما يصير ولا 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 مصالحك ولا يجوز الشيء هذا. صحيح. ولكن نرد اختصار المنتخب مشاركاته. أيوة. المنتخب أي. المنتخب باحترامي في اعتذارات في اعتذارات باحترامي حق اخواننا من الرئيس لأصغر واحد فيهم كسن بالاتحاد، انا انصحهم بشغلة واحدة وخاصة مدير المنتخبات. انا اشوف كثر الاعتذارات، انت اليوم ما قاعد تلعب باسمك ترى، تلعب باسم الكويت اكيد يعني باحترامي لكم لا فلان ولا الا كلا لا ظروف استاذ احمد كل مره ظروف تختلف. لا ما في شيء اسمه ظروف تختلف، في شيء اليوم انت جندي تحت اسم الكويت، ان كنت مدني كنت عسكري، خلينا نتكلم بالواقع دخلت من الكويت الخدمه شنو يعني. انا لو اشوف عبد العزيز والله هذا اقوله جدا ادري انه بيعتذر وما في شيء، انا اول من اكتب عنه وهذا هو عادي يعني اسمعني. صح. حتى لو كان الشخص تعرفه وشخص قريب منك. اي انت اليوم عندك نجوم، ترى عندنا بالكويت لاعبين والله لو بعدهم ممكن نبي لنا حلقتين بالاسماء. أي. اكيد صح. والله العظيم من افضل النجوم عندنا في الخليج مو بس بالكويت، عندنا خامات طيبه. ولكن انا بصراحه اوجه واقول رساله من برنامجنا هذا لاتحاد السلة اللي ما عنده عذر قوي، أتمنى لأن ما عمرنا سمعنا نوقفه لاعب توقيف لاعب بسبب الاعتذار، لا وقفه موسم خليه يقعد. شو رأيك بهالكلام عبد العزيز؟ أكيد يمكن أنا فريق يمكن منتخب السلة، أنا كوني لاعب منتخب السلة الكويت يمكن الفريق الوحيد اللي تغير كل بطولة يعني، ما تدري 12 البطولة هذه وراها الصين يمكن بلد المليار يتغير لاعب لاعبين، هذا عندهم مليار يمكن اكثر. والمحافظين على المنتخب محافظين على الفريق 2-3 كل الفرق يعني. اذكر منتخب السعوديه مره كان في اعتذارات 9 لاعبين، 9 توقفوا موسم كامل.
احنا ولا عمرنا يمكن سمعنا ان في ايقاف لاعب او ان في ايقاف ما عمرنا سمعنا بهالشيء مستحيل. وانا اوجه هذا يعني الكلام حق اعضاء اتحاد السله رئيس لجنه انتخابات ابو طلال خالد عناد، اتمنى انه يكون في ايقاف اللاعبين اذا ما في عذر، اتمنى ايقاف اللاعبين. كذلك اوجه رساله للوالد كونه منصر اتحاد السله انه يطبقون العقوبات، يعني كاعضاء اتحاد السله اي لاعب ما عنده عذر مقنع ما عنده تقرير يتم ايقافه. حتى لو كانت عليك؟ اكيد عليك. انا بقول انا نفس الحكي الحين عبد الله، بعض اللاعبين ما مثل المنتخب يعني تمام مثل المنتخب، بالعكس هذا شرف يتمناه كل لاعب. صحيح. بس بالفتره الاخيره لا اشوف الكل يعني قاعد يقدم اعتذارات، يعني مثلا يختارون 24 لاعب اي تحصل 12 13 لاعب معتذرين بعدين يستدعون لاعبين ثانيين، وعلى الحاله هذه يعني لان البعض يكون عنده تحفظ على مثل هذا الكلام، يعني كونه كلاعب ما يحب او يتحفظ على هالكلام لانه يخاف انه يجي للدور. اكيد. وفي بعضهم لا يختار السفره، اذا معسكر زين يروح، اي معسكر مو زين ما يروح، ما يصير. اي هذه هذا النظره يعني الموجوده حاليا يعني. ما اقول للاسف ان نوصل للمرحله هذه، وهذا اللي قاعد ياثر على مستوى كره السله عندنا مو بس في نعم بصراحه ان كان السله ان كان القدم ان كان الطائره. يا جماعه عندنا خامات بالرياضه الكويتيه حتى الالعاب الفرديه والله نظيفه، ونحصل فيها انجازات ونعيد العصر الذهبي للرياضه الكويتيه. لكن طب شنو اللي ينقصنا؟ تطبيق القانون. القانون في الرياضه موجود، لاعب موجود، قانون موجود، لائحة موجودة، لائحة موجودة. فرضا بعطيك مثال بسيط ما دام نتكلم عن السلة، تشكيلة المنتخب زين، اليوم انت لا مدرب موجود ولا مساعد المدرب بالديرة موجود، انت يوم تنزل او انك تعلن الاسماء عندك لاعب من اللاعبين بلا ذكر اسمه ولا اسم نادية مو موجود في اخر الدوري ولا الكاس ولا البطولة اللي صارت في الكويت خليجية، ما مثل فريقه، ما لعب، شو تحط اسمه؟ صح. عارف شلون؟ أي. يعني في بعد نفس الموال يعني الاختيارات هذه. أي. اختيار اللاعب بصراحة يعني إذا ما جاء في دقة ولا تبحث عن اسم اللاعب، والله العظيم في لاعبين ممكن مو مشهورين في كل اللعبات. حس عن أداء، صح. عطاء أداء. داخل عندها الطاقة هذه. في السابق كانوا يروحون مراكز الشباب. صح. تذكرون مراكز الشباب في السابق كانوا يطلعون من عندهم لاعبين نجوم. يعني عندك انت مثلا من كل لعبه نبي نجيب واحد فرضا يعني فيصل برسلي كم عمره؟ 17 سنه ترى مثل الكويت على الصغر يعني سعود الرباح. أي. المجموعه من وعد فيصل الهدى من الجاهره كابتن فيصل الهدى، عندك مثلا الكويت نادي الكويت عبد السلام شعيب، نروح للقدم جاسم يعقوب كم عمره؟ سعد الحوطي 16 سنه مثل الكويت. صح. عارف شو يعني قبل كانت في اجيال تطلع لان في كشافين. اي صح. هذا اللي ينقص الكويت الكشاف. هذا دور دور اللاعبين يعني ان شاء الله ان انتم في المستقبل تكونون الكشافين وتبحثون عن هذا، وهذا صحيح والله. اي والله عندنا ناس يعني، واتمنى من اخوي عبد العزيز ومن جميع الاخوان ان يازرون ويشدون بدين الشباب الصغار، وهذا اللي يحتاجونه. صح. اي نعم صحيح. صحيح ان شاء الله. صعبه ترى يعني انا كوني الحين مدرس تربيه بدنيه، فلما اعطي الطلبه مثلا منهج كره السله يعني يحاولون يطلعون كثر ما يقدرون للقدم اصلا. عادي عادي, عادي السله يشوتها يسويها قدم. انا امشيهم كثر ما اقدر اغلب الحصه مثلا 20 اقص الحصه نص بنص مثلا عشان تمشي الامور يعني. اي اي فالقدم يعني اجباري. قول يا معود درجات توسط لك عند الماده الفلانيه. يعني الحديث وياكم جدا ممتع لكن الوقت يمر بسرعه. في النهايه كلمه اخيره يا عبد العزيز حاب توجهها. طبعا تشرفنا فيكم واستضافتكم ومنورين القناه الثالثه، ونتمنى لكم النجاح يعني سواء بهالبرنامج او برامج ثانيه. ولكم ان شاء الله يا رب. تشرفت بوجودي مع اخوي احمد الشمري، صحفي صراحه متميز ومن افضل الصحفيين في جريده القبس، وان شاء الله يعني نلتقي فيكم. اي اي لا والله ما يقصر يعني دائما اخبار اول باول يعني. الله يعطيكم العافيه. استاذي كلمه اخيره منك بس قبل ما نختم هالحوار الجميل. كل عام وانتم بخير والله يعيد علينا وعلى المسلمين اجمعين. اقول ان شاء الله وتشرفت فيكم صراحه. زيدنا شرف. لنا الشرف احنا الصراحه اكيد. ودائما يعني القناه الثالثه مو مجامله بصراحه، دائما في برامجها وامورها ومذيعينها وكل الاصطفات الموجوده متميزين. شكرا. وانا بارك للجميع بصراحه لكم واقول كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحه وسلامه. سلام ان شاء الله يا ربي. ها تشربون العصير وتريحون شويه. يلا مع اياديكم بعد ترى في زهور البدر. الايادي لا تخشم عبد الله كله يخش الود. انا كله اسمه هذه طبعا شيء بسيط. هذه خلينا نقول عيديه بسيطه مقدمه من زهور البدر. عجوني هذا.
كل شكر لكم. يعطيكم العافية. يعافيكم إن شاء الله يا ربي. الله يوفقكم يا رب. أجمعين يا رب إن شاء الله. شكرا لكم على حضوركم معنا ويعطيكم العافية. عبد الله جهز نفسك الحين هيك صح بالأسامي بس خلنا نأخذ الفاصل ونرجع لكم إن شاء الله. إن شاء الله.